بالتأكيد هذه مشاركة الأولى للاتحاد الوطني الكردستاني، وهي أحد الاتحادات أحزاب الاشتراكية الديمقراطية، ومن نحن كبرلمانيين الشباب أسعدنا وتشرفنا بهذه الزيارة الكريمة وفحاوة الاستقبال من قبل المملكة المغربية العربية لشباب وبرلمانيين عراقيين، ونحن أسعدنا أيضا بالمشاركة المنتدى في هذه المنتدى الأول في المملكة المغربية العربية، المنتدى لبرلمانيين الشباب للأحزاب الاشتراكية والأحزاب الاشتراكية الديمقراطية، ونحن بدورنا نشارك في هذه المنتدى ونحاول الدمج بين هذه الأحزاب لتحقيق المساواة والعدالة بين الشعوب العربية والشعوب الدول العالم دول العالم المختلفة لمشاركة أفكارهم، ونحاول نقل هذه الصورة إلى دول العالم بأن الأحزاب الاشتراكية والاشتراكية الديمقراطية لها وجود في العالم ولها دور فعال في تحقيق المساواة وتحقيق حقوق الإنسان لجميع أفراد في هذه العالم. نعم بالتأكيد نحن كحزب من كردستان العراق رسالتنا لهذه أعضاء المشاركة في هذا المنتدى الأول في المملكة المغربية العربية نجاح، أولا نجاح هذا المنتدى، ونتأمل بأن تتوسع هذه المنتدات إلى مؤتمرات عالمية لهذه الأحزاب الاشتراكية والأحزاب الاشتراكية الديمقراطية، لكي نصل بصوتنا إلى جميع العالم بأن نحن أحزاب فعالة ونحن أحزاب لدينا القابلية لتحقيق المساواة والعدالة في جميع أنحاء العالم.